عين السماء حمراء أم هذه فاطمة؟ هي ما حدث الباب، ما حدث مأجور، ما حدث ما حدث الباب. حدثي يا دار عن نور السماء، ما جرى في دارها عند البلاء، عن بقايا العطر من نفح الكساء، كيف عانت وهي باب للرجاء، عن فؤاد طه حدثي أساها، عن فؤادي طه حدثي أساها، عن من إذا قامت تصلي تسجد النجوم، فالله من علاها رضاه من رضاها، فالله من علاها رضاه من رضاها، فكيف طيف الموت حول دارها يا حوم؟ حدثي يا دار عن نور السماء، ما جرى في دارها عند البلاء، عن بقايا العطر من نفح الكساء، كيف عانت وهي باب للرجاء، عن فؤادي طه حدثي أساها، عن فؤادي طه حدثي أساها، عن من إذا قامت تصلي تسجد النجوم، فالله من علاها رضاه من رضاها، فالله من علاها رضاه من رضاها، فكيف طيف الموت حول دارها يا حوم؟ حدثيني عن أسى أمي أبيها، وهي سر الوحي قد أوديع فيها. حدثيني عن أسى أمي أبيها، وهي سر الوحي قد أوديع فيها، كيف كان القوم حقداً ظالميها، وهم يدرون من كان أبوها، وهم يدرون من كان أبوها. حدثيني عن أسى أمي أبيها، وهي سر الوحي قد أودع فيها، كيف كان القوم حقدا ظالميها، وهم يدرون من كان أبوها، وهم يدرون من كان أبوها. إنها العافية
إنها الشريفة إنها العفيفة إنها الشريفة فهي التي يخدمها في الدار جبرائيل. اسمع يستأذن الأمين ويهجم الخائن يستأذن الأمين ويهجم ماذا جرى حتى أرى دمعا لها يسيل حدثيني عن أسى أمي أبيها وهي سر الوحي قد أودع فيها كيف كان القوم حقدا ظالميها وهم يدرون من كان أبوها إنها العفيفة إنها الشريفة هي التي يخدمها في الدار جبرائيل يستأذن الأمين ويهجم الخائن يستأذن الأمين ويهجم ماذا جرى حتى أرى دمعا لها يسيل ماذا جرى حتى أرى دمعا لها عن فصول حزن هاجر أخبريني عن فصول حزن هاجر أخبريني وافضحي التعدي يا دار حدثيني عن فصول حزن يا دار أخبريني وافضحي التعدي يا دار حدثيني إنه ابتداء الهم والشجون إنها سيوف في منحر الحسين إنها سيوف يا وحسينا عن فصول حزن أدار أخبريني وافضحي التعدي يا دار حدثيني إنه ابتداء الهم والشجون إنها سيوف في منحر الحسين هذه البداية اروي الرواية أقل في الدار قولي لنفهم من حلل الدم من بالأذى جار هذه البداية اروي الرواية محل في الدار قولي لنفهم من حلل الدم من بالأذى جار عن فصول حزن يا دار أخبريني وافضحي التعدي يا دار حدثيني إنه ابتداء للهم والشجون إنها سيوف في منحر هذه البداية روي الرواية محل في الدار قولي لنفهم من حلل الدم بالأذى جار هذه البداية تروي الرواية ما حل في الدار قولي لنفهم من حلل الدم من بالأذى جار من على علاها بالغدر قد تجبر نفس سيفه من يهوي بر
رأس حيدر من على علاها غدر قد تجبر نفس سيفه من يهوي برأس حيدر إنه سموم والمجتبى تفطر إنه الظما في يوم الطفوف والحار إنه الظما في يوم الطفوف من على علاها الغدر قد تجبر نفس سيفه من يروي برأس حيدر إنه سموم والمجتبى تفطر إنه الظما في يوم الطفوف والحر أسر لزينب بالصوت تضرب تسمع غريبة نحر تفجر بالسيف ينحر هذه المصيبة أسر لزينب بالصوت تضرب تسمع غريبة نحر تفجر بالسيف ينحر هذه المصيبة هذه المصيبة من على علاها بالغدر قد تجبر نفس سيفه من يهوي براس حيدر إنه سموم والمجتبى تفطر إنه الظما في يوم الطفوف والحر أسر لزينب بالصوت تضرب تصبى غريبة وزينب نحر تفجر بالسيف ينحر هذه المصيبة أسرى لزينب بالصوت تضرب تصبى غريبة نحر تفجر بالسيف ينحر هذه المصيبة أسرى لزينب بالصوت تضرب تصبى غريبة نحر تفجر بالسيف ينحر هذه المصيبة هذه المصيبة هذه المصيبة حدثيني ما جرى من قاست الزهرة حدثيني ما جرى من قاست الزهرة من ترى في دارها قد أطلقت ذعرة حدثيني ما جرى ما قاست الزهرة من ترى في دارها قد أطلقت ذعرة إنه من سن من أنقاده الجورة وهو من جن ليوم العاشر الشمرة حدثيني ما جرى ما قاست الزهرة من ترى في دارها قد أطلقت ذعرة إنه من سن من أنقاده الجورة وهو من جند يوم العاشر الشمرة من على الدار هجم من إلى الزهر لضمان من ترى روعها من ترى لوعها من على الدار هجم من إلى الزهر لضمان من ترى روعها من ترى لوعها مان